الثقافة الأربعية هي لتشمل عدة موضوعات أو مسميات. إحنا خدنا في كل يومين شرح حاجة اسمها ترابلة. لو اديتك نيجاتيف 2 ونيجاتيف 2 و1 دي نقطة الوقت الثلاثة فينا اكس وواي وزد ثلاث أرقام. ده أنا بفرق أكتر أفرق من الأنظمة إزاي؟ في واحد ثلاث أرقام وفي واحد فيه رقمين وفي واحد فيه رقم. ماشي؟ ثلاث أرقام ده النظام القديم اكس وواي وزد رقمين يبقى ده بتاع الأرمس تيتا دي زاوية واحدة وفي رقم واحد اللي هو فيه رو وزاويتين رو وزاويتين. دول جاي على الجدول أهوت جاي على الجدول ده وأنت معاك دلوقتي اكس وواي وزد يبقى ده اكس وواي وزد تحط مكانها كام؟ سالب 2 وسالب 2 و1 وانت تقطع القانون بتاعك. يبقى الار تساوي الوزن التربيعي اكس تربيع زي الواي تربيع يبقى كام؟ سالب 2 تربيع سالب 2 تربيع. الثيتا انفرس تان واي على اكس يبقى انفرس تان سالب 2 على سالب 2. وشوف ده من الربع بتاعك كام؟ بعد كده عايز اجيب الرو يبقى اكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع والثيتا نفس الثيتا هتبقى انفرس تان واي على اكس والفار تبقى انفرس كوزاين زد اللي هي واحد وانزل مين؟ الرو حطهم. ده جدول سهل جدا لإيجاد التحويلات بين السيستم وبعضها. في ناس احيانا في رياضه ثلاثه بيحاول يتجنب الشغل على التحويل من ثالثه في مسائل التحويل اللي هي بتعمل للضابط على اساس ان دول عارف في مشكله عند الطلبه في النوعيه في الحاجات دي. لان في احيانا بيدي بيحاول بكثير قوي يستخدموا الار اس سي ده كتير وفي بعض المسائل ممكن يديها او ما يديهاش حسب بقى ايه يعني ما تقولوش هيك ترفع لقدام رفعه قويه زي كده ولا نفسي الدفعه هتعدى على ده كلام على باشمهندس كلام على البوينت تعال نتكلم على اللايف. اللايف الخط المستقيم بسرعة كده قبل أن أقدمها إزاي تستخدم المعدات للفهم فقط والخلاصة بتبقى مع بعض. لو أنا في السرير دايمنشن كابتن اكس وواي وزد وفي السرير دايمنشن في خط مستقيم عايز اجيب معادله. الخط دوت عارف عليه نقطه هنسميها بي نقط. كل شغلنا في الشرح هيبقى على المزاوية عارف اكس وواي وزد. وفي ليها نقطه ثابته اسمها اكس وواي وزد نقط 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 اكس نقط واي نقط زد نقط نقطه معموله. انا زي كده عشان اجيب معاك الخط لازم تكون معايا نقطه وميل نقطه وميل. هذا النقطه الميل بقى بيكتب ازاي؟ زي ما كنا بنكتب زمان الميل، الميل كان عباره عن فرق الصلاة على فرق استناد، مش كده؟ دي طالعه على دلتا اكس يعني واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس مين 1، بس انا في السكريبت لقيت مش معايا زد كمان. فمعايا زد كمان يبقى المفروض زد 2 ناقص زد مين؟ زد 1 كمان، يعني فرق زد، فرق واي، فرق اكس. لكن طبعا التاريخ بالشكل ده هو شكل بايخ شويه فدول وقعوا كده فبقوا مكتوبين ازاي؟ فرق اكس فرق واي وفرق مين؟ وفرق زد. دلتا اكس دلتا واي دلتا زد. دي اللي بيسموها دايركشن ريشيو او نسبة اتجاهية زي ما انت خدتها فين؟ في الميكانيك. دايركشن ريشيو او نسبة اتجاهية. تعالوا نبص لها بالرمز A إلى B إلى C. لو أنت عارف أي نقطتين على الخط بتجيب مين وفرق الصلاة على فرق السماء في الدور دايركشن، في السرير دايركشن بس هتضيفه كمان فرق زد. بس ما نعرفش نكتبها فوق بعض كده زي ثانوي فبنكتبها إيه؟ جنب بعض، والجنب طبعا أنت خدتهم في السرير دايركشن في ثاني ثانوي. ده يبقى الدايركشن ريشيو او الميل هسميها دايركشن ريشيو بالنسبه لك اللي هو ميل الخط اللي هو ديفرنس اكس ديفرنس واي ديفرنس زد
A و B و C. لو انا عارف الدايركشن ريشيو بتاع الخط، طب انا عشان الدايركشن ريشيو ده عباره عن ايه؟ اذا كان عندي نقطتين على الخط، نقطتين على الخط خد فرق الاحداثيات، يبقى انا لقيت حاجه اسمها متجه موضع في الميكانيكا، البوزيشن بتفرق عن متجه موضع، تمام؟ يبقى المتجه الموضع ان في متجه واخد نفس اتجاه الخط ده هو، تعالوا نبص كده بالرمز A، المتجه A او B، المتجه B اللي هو عباره عن AI زائد BJ زائد CK. في متجه كده اللي هو باستخدام البيل، باستخدام البيل دايركشن ريشيو بتساوي المتجه اللي هو في الميكانيكا كنا بنسميه بوزيشن فيكتور او المتجه الموضع اللي هو AI زائد BJ زائد CK. بيعبروا بقى عن المتجهات الاستخدام دايركشن ازاي؟ لو دي نقطة الأصل بيكون متجه موضع من يقول الـ P1 بيسميه R نوت. يعني إحداثيات دي ناقص إحداثيات دي. وبيفترض إن الخط دوت عبارة عن إيه؟ في نقطة كده اسمها X وY وZ إحداثياتها دي. النقطة ديت بتتغير عشان تخلط أصلا الخط ده كله، عشان تخلط الخط ده كله، ففي نقطة كده متحركة على الخط ده تمثل الخط ده. وفي متجه هنا جنرال بقى طلعه من هنا لهنا كده هسميه ار اللي هو النقطه دي ناقص النقطه دي. حسب قاعده مثلث القوى زمان بتاع المحصله بتقول ايه؟ لو المتجه ده في اتجاه والاثنين دول واحد ماشي كده والثاني ماشي كده يبقى المفروض ده زائد ده يساوي ده. من شغل المتجهات المفروض ان المتجه ار يساوي المتجه ار نوت زائد المتجه بي نوت بي. تمام؟ طيب المتجه اللي هو بي نوت بي بي نوت بي عباره عن ايه؟ المتجه ده طوله بيتغير كل لحظه، كل ما اغير نقطه انا عندي النقطه دي ثابته والنقطه دي متغيره، فانا عندي الطول ده بيتغير، يعني البي ممكن تبقى هنا او هنا 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 اي نقطه كده. تمام؟ فبيعمل ايه؟ المتجه ده المتجه الثابت اللي هو عند حد النقطتين وجاب الفرق بينهم، فبيختار دايما ان الطول ده دايما حته من ده. يعني يقدم مرتين يا نص يا ربع، فبالتالي بيشيل بي نوت بي ده اهوت تحط مكانه ايه؟ المتجه دي مضروب في ثابت ريشيو سماها فيه. بمعنى ان لو كانت في البدايه انا واخد من هنا لهنا هو في، يبقى احط في بواحد على اساس ان ده قد ده. طب لو كانت كنت انا واخد الايه؟ البي دي غيرت مكانها بقت في النص هنا، يبقى احط في نص، يبقى نص نص الفي. لما يبقى هي قد مرتين واحط في البي يبقى في البي. الخلاصه ان المتجه ار ده عباره عن ايه؟ متجه بين نقطتين يبقى فرق نقطتين، يبقى المتجه ده عباره عن اكس ناقص صفر اي، واي ناقص صفر جي، زد ناقص صفر كي. كلام يساوي المتجه ده بيساوي مجموع الاثنين دول. اخد المتجه ده متجه ناقص يبقى فرق الاحداثيات، يبقى اكس نقط ناقص صفر اي، واي نقط ناقص صفر جي، زد نقط ناقص صفر كي، زائد بي في الدي في البي اللي هو عباره عن اثنين اي اي زائد بي جي زائد سي كي. دي اسمها الفيكتور فورم بتاع اللاين اللي انت خدتها في ثانوي، ما بنستخدمهاش كتير هنا لكن بنستخدم هنا صوتين دول مهمين قوي. شباب لو سوينا الاي بالطرف من طرفين يبقى ايه؟ لو سوينا الاي بالطرفين يبقى اكس تساوي اكس نقط زائد اي بي. طب سوي الشيء في الطرفين كده يبقى واي تساوي كام؟ واي تساوي واي نوت زائد بي دي. سوي كي في الطرفين طلع ايه؟ الزد تساوي كام؟ الكي انا الكي وانا الكي وانا الكي بس مطلوبه بره في ايه؟ في دي. يبقى انا عندي الزد بتساوي زد نوت زائد سي دي. دي بقى اول صوره مهمه جدا جدا وهتبقى عارف كل لحظه دلوقتي. صورة مهمة جدا اسمها البارامتر فورم. الصورة الثانية تعالوا قول ان المعادلة ايه؟ التيب كام؟ من هنا التيب كام ومن هنا التيب كام؟ يلا أول معادلة التيب كام؟ من هنا التيب كام يا شباب؟ اكس ناقص اكس نوت على ايه؟ اكس ناقص اكس نوت على ايه؟ واي التيب من هنا بكام؟ واي ناقص واي نوت على بي. واي ناقص واي نوت على بي. ومن هنا الزد بكام؟ اللي فيه برضه بكام؟ زد ناقص زد نقط على سي. أرى الصورة الثانية للخط المستقيم، يبقى صورة الخط المستقيم ثلاثة اللي هيستخدم إن شاء الله هتحتاجوه الترم ده الاثنين دول.
تعال هنا نحطهم في الاول وناخد عليهم مثال. الصور بتاع الخط المستقيم اللي انا قلت شغل الديب والدوار اللي ما فهموش ده حاجه عشان اشرح بس الكلام ده جه منين؟ والكلام ده اتقال في ثانوي. لو رجعت لكتاب ثانوي كتاب الخطر والهندسه الفرديه هتلاقي الشطر الاخير عندك هذا الورقه عندك فيها لايك وكريم لو عايز تقراها بالعربي تتفرج عليها. العسل الأرقص اللاي هنقول اللاي لما يبقى جيفن بي نوت اكس نوت وواي نوت وواي زد نوت نقطة تنتمي إلى اللاي وعندي الدايركشن ريشيو النسب الاتجاهية اوف ذا لاين النسب الاتجاهية للخط اللي هي A إلى B إلى C يبقى معدل الدايرة اجيبها ازاي؟ في صورتين صورة اسمها البارامتريك فور الصورة البارامترية وفي صورة اسمها السيمتريك فور الصورة المتناسبة أو بيسموها الثانوي كارتيزيان فورم الصورة الإحداثية البارامتر فور والسيمتر فور. لو عايز أجيب البارامتر فور تاني أنا معطيات نقطة ومين نقطة ومين أنا عايز أجيب معادلة إكس بكام وواي بكام وزد بكام. الإكس أول حاجة بعملها بكتب النقطة إكس نوت واي نوت وزد نوت هذا نقطة زائد هاخد الدايركشن ريشيو واضربها في تي يعني اكتب الاول A وB وC A وB وC يبقى بالطيارات النقطة وميل اقل من الفورمة دي كده يبقى النقطة والميل يبقى اسمها البارامتر فورم ودي مهمة جدا. الصورة الثانية السيمتر فورم السيمتر فورم بعمل 3 ريشيو ايكوال كده 3 نسب متساوية بكتب x ناقص y ناقص z ناقص بكتب هنا النقطة x نوت و y نوت و z نوت واكتب تحت الدايركشن ريشيو a إلى b إلى c دي اسمها السيمتر فور. لو انت نسيتها طلعها من هنا تعال من هنا كده قول لي من هنا تجيب كام ومن هنا تجيب كام ومن هنا تجيب كام تديك من هنا تديك اول ترم من هنا تديك ثاني ترم من هنا تديك ثالث ترم. طيب فضل كده برضه اهو اكتب هنا الكلام ده بيساوي ايه؟ برضه لو انت عايز ترجع من هنا لهنا تعمل ايه؟ لو سوينا اول ترم تديك يديك كام؟ لما تساوي ده تديك وسطين في طرفين يبقى اكس ناقص اكس نوت تساوي اكس ناقص اكس نوت تساوي اي تي اودي اكس نوت هناك يبقى اكس نوت زائد اي تي اللي هو ده. لو سويت تاني ترم بي تطلع الواي بكام؟ لو سويت تاني ترم بي تطلع الست بكام؟ ده الصوره دي مهم جدا تحويل وصوره بكام؟ ناخد مثال من الارقام تحت الجدول ده اكتب نظام عايز اجيب لاين اللايف دوت عند نقطة مثلا واحد واثنين وثالث واحد تنتمي للاين والدايركشن ريشيو تساوي اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة واحد كده معايا نقطة ومين عشان اجيب البارامتر فور او الاكس تساوي كام؟ واي تساوي كام؟ زد تساوي كام؟ وعشان اجيب السيمتر فور يبقى اكس ناقص كام تساوي واي ناقص كام تساوي زد ناقص كام؟ شباب المعادله الوحيده اللي في الدنيا اللي فيها اكثر من يساوي هي معادله اللاين. معادله هنا فيها 3 يساوي فيها هنا كام؟ 2 يساوي. 3 ترمات 3
اي معادله ثانيه فهي هيساوي واحد بس. نيجي هنا نكتب كده البارامتر فورم، اكتب الاول النقطه اللي عطاني واحد اثنين سالب واحد. وبعد كده بقى اضيف ترم مضروب في تي. اخد النسب اضربها في تي، كان عندي هنا سالب 2 تي زائد 3 تي زائد تي. هنا نفس الكلام، اكتب اساسيات النقطة اللي هي 1 2 سالب 1. وأكتب الدايركشن ريشيو تحت اللي هي 2 3 1. ده الجدول التقدير المباشر ده شغل ثانوي، اللي عرف الجدول ده كده يعرف يحفظه ازاي يطبق عليه مثال يبقى كده افتكر الثانوي، او لو ما خدوش ده اللي انت محتاجه في ثانوي في الايكويشن بتاع البريد. بتاع اللايتس. علي صوتك. لا ما لهاش دعوه بالاجزاء المقطوعه. الأجزاء المقطوعة اللي أنت بتتكلم عليها دي موجودة في المستوى الشرفات. دي معادلة اللايت، تعالوا نشوف إيه هي معادلة البلين. إيه هي معادلة البلين؟ هتكلم الأول عن الاستنتاج. الأمور اللي لابس شيرت ورا جنبك. البلين أو المستوى. أنا محاول إكس واي وزد. أو من غير محاول خالص. آخد رسمة أسهل شوية من بتاع السنة. في عنده مستوى ده البلين وعارف المستوى ده نقطة اسمها بي نوت اللي هي اكس نوت وواي نوت وزد نوت وعارف النسب الاتجاهية لخط عمود على المستوى في خط كده عمودي على المستوى خط عمودي على المستوى هنسميه النورمال او العمودي خط عارف نسب الاتجاهيه. النسب الاتجاهيه هحطها في صوره اتجاهيه باي واي اي وبي جي وسي كي. في منتجع دوت بنسميه نورمال فيكتور في خط عمودي على المستوى. وشباب في شويه مسميات انتوا اكيد عارفينها حتى بالوصفيه. ان المستوى كنت بالوصفيه ترسم اثار المستوى ما تعرفش ترسم المستوى. فانا لما باجي ارسم المستوى التحليليه انا ارسم حته منه ما اعرفش ارسمه كله، ليه؟ لان لما تقول ايه مش ايه مستوى السبوره؟ مستوى السبوره يعني تخيل كده السبوره عامله فين كده بقت تكبر في كل اتجاه بدون حدود. السبوره دي بدات تكبر لفوق كده وتكبر كده وتكبر كده وتكبر كده لفين راحت في المعنى النهائي بتاع المستوى. انما ده مش سطحي ده شكل كده شكل مستوى مش مستوى. فده حته من المستوى. الحاجة الثانية لما أقول إن في خط عمودي على مستوى، أنا بقول كده أنا خط كده وعمودي على الأرض. يبقى عمودي على جميع الخطوط الموجودة في الأرض. سواء الخط ده مرسوم عند رجلي أو بعيد عني. تمام؟ لأن التعامد ده معناه إيه؟ التعامد معناه إيه؟ أنا يعني الخط ده كده عمودي على بينه وبين ده زاوية 90. طيب وبينه وبين ده زاوية 90. طب وبينه وبين ده كام؟ واحد ما لوش علاقة بيه خالص، لا ده كله متعامدين بيه. لانك لو خدت العمود ده كده عمود على الارض لقيته من هنا وسرحته هنا هتبقى الزاويه بينهم برضه كام؟ 90 يبقى لو في خط عمودي على المستوى يبقى عمودي على جميع الخطوط الموجوده في المستوى. كلام جميل. انا هجيب بقى نقطه كده نقطه متغيره سميها بي تمثل جميع نقاط المستوى. في نقطه كده عايز النقطه دي تنتشر كده وتغطي كل المستوى يعني النقطه دي ممكن تبقى هنا او هنا او هنا او هنا في اي مكان. دلوقتي شباب لو كونت منتجع انا عندي منتجع اسمه ال وفي منتجع تاني انا اسميه بي نوت بي. المنتجعين دول اللي هو بي نوت بي وال دول منتجعين متعامدين طالما متعامدين زي ما خدنا في الضد البرودكت لو متعامدين يبقى الضد برودكت يساوي صفر. منتجعين متعامدين يبقى الضد برودكت يساوي صفر. من الحته دي هستنتج معدل المستوى.
هستنتج معادلة المستوى، لأن دايماً دايماً النور الخط ده عمودي على دايماً حدود المستوى. فلو ثبتت نقطة وغيرت نقطة ما ينفعش تطلعي مثبتين. نقطة ثابتة والتانية متغيرة عشان تغسل جميع نقاط المستوى. فالمفروض المتجهين دول متعمدين يغطوا البرودكت بتاعهم بكام؟ بصفر. طيب الدور بيقول لك بصفر تعالى نكتب بقى الـ N ده عبارة عن كام؟ AI زائد BJ زائد CK. دوت B نوت B. لما جه متجه بين نقطتين يبقى احنا سياق النقطتين بصينا كده متجه مصدر يبقى عبارة عن كام؟ X ناقص X نوت في I، Y ناقص Y نوت في J، Z ناقص Z نوت في K. الكلام ده المفروض يساوي كام؟ يساوي صفر. اضرب دوت برودكت يلا اصفار صفر عشان ايه المعادله اللي هنحفظها. هضرب الاي في الاي يبقى ايه؟ اكس ناقص اكس نوت زائد جي في جي بي في واي ناقص واي نوت زائد الكي في الكي يبقى سي في زد ناقص زد نوت تساوي صفر. دي معادله المستوى اللي احنا نعرفه. الصوره دي اسمها الصوره الاتجاهيه لكن ما بنستخدمهاش، اللي بنستخدمها الصوره دي كده. دي معادله الخط المستوى في السيريال ريليشن. يبقى معادلة المستوى في السيريال ريليشن بص عشان اكتبها محتاج ايه؟ طبعا اكس وواي وزد دي رموز تقدر عشان تبقى اسمها ايكويشن اصلا. محتاج نقطة ومحتاج ميل، بس ميل مين بقى؟ ميل اي خط عمود على المستوى. فواحد هنا يجي في دماغه يقول لك ايه؟ لا بقى ده انت لو خدنا الخط ده يبقى المعادلة هتتغير. لا، لان الخطوط المتوازية ليها نفس الميل، يعني لها نفس الدايركشن ريشيو. اي خط عمود على المستوى ايه؟ طيب واحد يقول لك ايه؟ ده لازم النقطه ده اهي ماشي النقطه دي لا ليه؟ لان لو خدت النقطه دي نقطه البي نقطه ثانيه ما اتفقنا ان ده وده نورمال يعني الدوت برودكت بتاعها برضه كام؟ صفر. يبقى لا يشترط ان يكون النقطه دي نقطه على ايه؟ على النورمال. لا يشترط ان يكون النقطه اللي انت خدتها هنا اللي هي الاكس نقطه والواي نقطه وزد نقطه هي نقطه على الاي والبي والسي. لا خالص مالهاش دعوه. اهم حاجه بقى نقطه في المستوى. نصير بقى الملخص بتاع الكلام ده ونقول لو اعطاني ايه اجيب معادله المستوى ازاي؟ يبقى في البلين المستوى جيبن بوينت بي نوت اكس نوت وواي نوت وزد نوت تنتمي الى البلين نقطه على المستوى. وايه كمان؟ والدايركشن ريشيو A الى B الى C فور اني لاين بيربنديكولار تو بلين. اي خط عمود على المستوى هات الـ A والـ B والـ C بتاعته. يبقى اذا الايكويشن اوف بلين معادله المستوى نلونها مع بعض كده عبارة عن كده. بص الخطاب كده معادلة اللاين اللي كنا كاتبينها من شوية سيمتريك كانت كام؟ اكس ناقص اكس نوت على ايه؟ تساوي واي ناقص واي نوت على بي تساوي زد ناقص زد نوت على مين؟ على سي. كل اللي انت هتعمله في المعادلة بدل ما تقسم على ايه؟ اضرب في ايه؟ بدل ما تقسم على B اضرب في B، بدل ما تقسم على C اضرب في C. مجمع مساوي صفر. يبقى دي معادلة ايه؟ معادلة المستوى. هنا في نقطة وهنا في نسبة. يبقى أنا بكتب كده X ناقص Y ناقص Z ناقص أكتب هنا X نقطة النقطة و Y نقطة Z نقطة لأن سياق النقطة وأكتب هنا الدايركشن ريشيو بتاع العمودي A و B و C. يبقى دي معادلة المستوى. المعادلة ديت لو فكينا الأقواس كده تبقى عبارة عن إيه؟ هاخد إف إكس وإف إيه واي وسيب زد والسوية لو قلتها هناك يعني في الجلوكوز هيديني إيه إكس سالب لو قلتها هناك يبقى إيه إكس نوت وبي واي اهي وسالب تروح هناك بموجب بي واي نوت ولما تفك بقى يبقى سي زد وهنا زائد سي زد نوت. دي كلها رقم الرقم ده بنسميه دي وتبقى ليها معادله البلين. معادله البلين اي اكس زائد بي واي
زائد سي زد تساوي دي. دي الصورة العامة الجنرال فورم. ايه هي دي تاني؟ بص كده من ناحية الشمال دي ايه اكس بي واي سي زد. كاتب هناك ايه اكس نور بي واي نور سي زد نور. يعني اكتب الصورة دي أول وبعد شيل كده شيل الاكس والواي والزد وعوض بالنقطة في التيم دي. لو شلنا الاكس والواي والزد عوضها بالنقطة في التيم دي. هنا هنقول فرع خدناها مستوى ونقول اي معادله ضرب اولى في الفراغ تمثل مستوى. قلت لها بالعربي بالانجليزي زي ما انت عايز. ايه الايكويشن اوف فيرست تي في سيري دايمنشن ريبريزنت بيه؟ اي معادله من الدرجه الاولى في السيري دايمنشن تمثل معدل مستوى. زي ما كنا بنقول في التو دايمنشن اي معادله درجه اولى تبقى خط، تبقى هنا اي معادله تبقى مين؟ تبقى مستوى. اي معادله من الدرجه الاولى تمثل مستوى في السيري دايمنشن. يبقى في السيري دي السيريال دايمنشن شباب. لما اكتب اكس ناقص واي زائد 3 زد تساوي 4 دي معادله درجه اولى اكس باور 1 وزد باور 1 وواي باور 1 يبقى على طول كده ايه تمثل مين؟ مستوى. حتى لو اختفى منها متغير يعني لو كتبت اكس ناقص واي تساوي 4 تقول لي ده برضه مستوى مش معادله درجه اولى ولا درجه ثانيه؟ درجه اولى. لما اكتب زد تساوي 3 في مستوى اي معادله درجه اولى في متغير او 2 او 3 تمثل مستوى. اي معادله درجه اولى في متغير او 2 او 3 تمثل مستوى. بس طبعا لو اختفى منها متغير او 2 اصبحت وضع خاص، اصبحت وضع خاص. ده شباب مستوى مائي، مستوى مائي. المستوى ده هو يوازي الغائب، مين الغائب هنا؟ يبقى المستوى ده يوازي الست اكسس. طب ده يوازي مين؟ ده فينا الغائب ايه؟ يبقى يوازي مين ومين؟ اكس وواي. اكس وواي، يبقى يوازي الاكس واي ايه؟ بليه؟ يوازي الاكس والواي اكسس او الاكس واي بليه؟ يبقى انا عندي ده كده مائل. ده يوازي الغائب. ده يوازي الغائب انا. دايما المستوى رسمته توازي الغايبين. فهنا مفيش حاجه غايبه يبقى ما بيوازيش محاور ده. ده بيوازي نحو ده بيوازي مين؟ نحو ايه؟ حته ما ركزناش عليها في ثانوي لكنها مهمه قوي بالنسبه لنا. ازاي ترسم مستوى مايل او غايب واحد او غايب مين؟ او غايب اثنين او غايب اثنين. اللي هي الهندسه الوصفيه اللي كنت ازاي ترسم اثار المستوى، مش كنت بتاخد قطاع خاصه المستوى اللي بيوازي باي ايه؟ واحد او يوصل باي اثنين او يوصل باي ثلاثه عمود على باي واحد باي اثنين باي ثلاثه هي نفس الكلام. دي اوضاع التعامل ودي اوضاع التوازي. ما هو اللي بيوازي زد اللي بيوازي زد يبقى عمودته ايه في الثاني؟ عمود عليه. يبقى ده عمودي على بليه. ده بيوازي بليه. البليه اللي هي مين بقى؟ اللي هي اكس واي بليه اللي اكس زد بليه اللي واي زد بليه وهكذا. عشان نتكلم على الرسم شويه تعال نتكلم على بعض الحالات الخاصه للخط المستقيم والمستوى. سبيشال كيس الخط المستقيم والمستوى ونطلع منها ازاي نرسم مستوى. لو جيت محاور اكس وواي وزد الدايركشن ديشن النسب الاتجاهيه للخط ده كام؟ الاي والبي والسي للاكس اكسس كام؟ 1 0 0. فاكرين اليونت فيكتور منتهي الوحده؟ 1 اللي هو اي تمام اي بس النسب الاتجاهيه للواي اكسس كام بقى؟ 0 1 0. للزد اكسس كام؟ 0 0 1. ممكن الدكتور يقول لكم تحكم بليه يبقى منه الحاجات دي النسب الاتجاهيه الاكس اكسس الواي اكسس الزد اكسس. طب تعالوا لي كده يلا انا عايز اكتب معادله الاكس اكسس، عايز اكتب معادله. عشان اجيب معادله الاكس اكسس لازم يكون معايا نقطه وميل، عشان اجيب معادله الاكس اكسس يبقى عايز نقطه وميل. مش ميل العمود عليه، بتكلم على خط الوقت. يبقى انا ممكن اعمل في جدول كده الاكس اكسس
الواي اكسس الزد اكسس. الدايركشن ريشيو بتاعته الـ A والـ B والـ C كام؟ قلنا 1 0 0 0 1 0 0 0 1 معادلته. عشان اجيب معادلته محتاج نقطة و B، خلاص الـ B محفوظ. طب نقطة، عايز نقطة على الـ X أكسس، أسهل نقطة يبقى نقطة الـ D الأصل، نقطة عليهم كلهم. فانا قلت عايز تجيب معادلتك، عايز تجيب المعادله البارامتريه بتاعتكم كده. المعادله البارامتريه كنت بكتب اكس تساوي واي تساوي زد تساوي. المعادله البارامتريه اكس تساوي واي تساوي زد تساوي. اول حاجه هاخد النقطه، النقطه اليوم كلهم كام؟ نقطه الاصل هي ولا اساس؟ يعني كنت بكتب كده 0 0 0 هذا النقطه. لان الخطوط دي تعتبر نقطه الاصل. الدايركشن ريشيو بتاعتها بقى كام؟ تعالى نكتب الدايركشن ريشيو كده، هضرب الـ T في كام؟ 1 0 0. لأن المعادلة دي كده لها صورة سيمبل خالص أهي. إكس تساوي T وواي بتساوي Z بتساوي صفر. يبقى لو قلت لك اكتب معادلة الـ X أكسس أهي معادلة الـ X أكسس، مش عايزك تحفظها ولا حاجة، أنا هجيب معادلة خط الدلالة النقطة والميل. بعوض الصورة البارامترية لأن الصورة التانية هقسم على صفر ما ينفعش. الصورة السيمتريك هتبقى استعمالها هنا ما ينفعش تتقسم على صفر. تاني مرة اهو هكتب معادلة الواي اكسس، هتقول لي بيمر بنقطة الأصل صح؟ اه صح. الدايركشن ريشيو بتاعته 0 1 0 اضربها في دي. ماشي بقى معاك ايه؟ واي تساوي دي واكس وزد بالصفار. نفس الكلام تاني. معايا نقطة الأصل ومعايا المسألة الاتجاهية بتاعتي اللي هي 0 0 1 كل دول يتضربوا في تي. لما تشيل الأصفار اللي مالهاش لازمة ديت يبقى زد بتساوي تي وإكس بتساوي واي بتساوي صفر. طب تعالى نقول لو عندي لاين فاريبل للاكس اكسس للواي اكسس للزد اكسس اجيب معادلته ازاي؟ الـ A والـ B والـ C بتاعته ايه؟ طالما بيوازي محور يبقى ليه نفس الدايركشن ريشيو. يبقى الدايركشن ريشيو برضه هنا كام؟ 1 0 0 0 1 0 صفر صفر واحد. اي خط يوازي اكس او واي او زد ده هتدي نفس الفكر بتاع المحاور دي. وافترض ان انت معاك نقطه اسمها الخط ده بيمر بنقطه اسمها اكس نوت وواي نوت وزد نوت. خط بيوازي المحور وبيوازي وبيمر بالنقطه دي. يبقى معدلته شكلها ايه بقى؟ هنكتب كده اكس تساوي واي تساوي وزد تساوي. اكس تساوي وواي تساوي وزد تساوي. اكس تساوي وواي تساوي وزد تساوي. اول حاجه احطها النقطه، النقطه عندنا اللي هي كام؟ اكس نوت واي نوت زد نوت، مش نقطه الاصل بقى. هنا لازم يديني نقطه، انما في اللي فات ما يدينيش نقطه، لان انا عارف اوتوماتيك انها بتمر بنقطه الاصل. خط بيوازي محور المحاور بيمر بالنقطه دي. وبعد كده احط الدايركشن ريشيو. هيبقى ان هو في زائد تي وهنا مفيش لان هنا صفار. هنا زائد تي والباقي مفيش، هنا زائد تي والباقي مفيش، يبقى في معادلة اي خط يوازي محور المحاور اجابته سهلة خالص. وحط الدايركشن ريشيو بتاعته اللي هي صفر 1 0 او 1 0 0 او 0 0 1 حسب النوع بتاعي. الاوضاع الخاصة للمستوى، الاوضاع الخاصة للمستوى. هذا اكس واي زد. في عندك حاجه اسمها الاكس واي بلين، الاكس زد بلين، الواي زد بلين. عايز اجيب معادله المستويات الاكس واي بلين والاكس زد
the big or is it the big? Look at the cut of the y y and y d and y k. Y k. عشان هي معادلة المستوى محتاج نقطة من المستوى وميل العمود عليه. لو جينا مثلا نكتب كده ال x y بلين ال x z بلين ال y z بلين عايز نقطة على المستويات دي كلهم عليهم نقطة الأصل يبقى ناخد البوينت هي مين؟ نقطة الأصل. الدايركشن ريشيو بقى بحط النسب الاتجاهيه للخط العمود على المستوى، المحور العمود على المستوى. انا عايز نسب الاتجاه لخط العمود على الاكس واي بلين، اي خط عمود على الاكس واي بلين، طب ما خط سهل قوي، اسهل خط هو مين؟ الزد اكسس. العمود على الاكس زد بلين يبقى مين؟ الواي اكسس، العمود على الواي زد بلين يبقى مين؟ الاكس اكسس، يبقى انا احط الدايركشن ريشيو بتاع النورمال العمود. يبقى انا احط بعد كده انا معايا نقطه اهي. ومعايا ال الدايركشن ريشيو بتاع العمود. العمود على الاكس واي يبقى الزد يبقى صفر صفر واحد. لو خدتش الاكس ولا الواي لانهم فيه عايز العمود عليه. العمود على الاكس زد يبقى واي يبقى صفر واحد صفر. العمود على الواي زد يبقى مين؟ اكس يبقى واحد صفر صفر. ده اللي هو مين؟ طبعا اتفقنا ده الاكس اكسس وده اللي هو الواي اكسس وده اللي هو الزد اكسس. يبقى المعادله شكلها ازاي؟ الايكويشن دي معادله بقى بقول لك تكتب ازاي المعادله؟ بكتب الدايركشن ريشيو هنا صفر صفر واحد الدايركشن ريشيو تضرب في اكس ناقص في واي ناقص زد ناقص وتساوي الكلام ده بصفر. النقطة بتاعتي كام بقى؟ اكس ناقص صفر صفر صفر. ده كده صفر هيطير وده صفر هيطير يبقى في الآخر زد بكام؟ زد بصفر. بنفس الطريقة توصلوا هنا إن الواي بصفر وإن هنا الإكس بكام؟ الإكس بصفر. اعملوها كده طبقوا معاك أمثلة تطبيق على الطاولة. معاك الـ A والـ B والـ C الـ A والـ B والـ C ومعاك النقطة اللي هي صفر صفر صفر. طبقها كلهم تجيب الـ A تحصل على إن الـ X Y بلين معادلين بزد بصفر. الـ Y زد بلين X بصفر. الـ A X زد بلين يبقى Y بكام؟ واي بصفر، الغائب بصفر، الغائب بصفر. اكس واي يبقى زد تساوي، اكس زد يبقى واي بصفر. على فكره لما اقول زد بصفر ده معناه ايه؟ معناه ان المستوى ده في جميع النقاط الفرعيه اللي الزد بتاعتها بصفر، المستوى ده هو يعني ايه مستوى زد بصفر؟ يعني المستوى اللي فيه جميع النقاط اللي في الفراغ اللي احداث الزد بتاعتها بكام بصفر؟ مستحيل تلاقي نقطه الزد بتاعتها بصفر خارج البليك ده. طب لو انا عندي بقى مستوى لو عملنا تعديل صغير على الجدول ده لو المستوى بتاعي يوازي الاكس واي بلين يوازي الاكس زد بلين يوازي الواي زد بلين تبقى حطيته ايه؟ هنا بتختلف النقطه بقى يبقى معاك نقطه اكس نوت واي نوت زد نوت اكس نوت واي نوت زد نوت اكس نوت وواي نوت وزد نوت معايا نقطه بقى نقطه ثانيه غير النقطه الاصل عشان نكرر نقطه الاصل ولكن بنفس الدايركشن لو طبقت على واحده فيهم كده وليكن مثلا ده القانون بيقول ايه؟ خد الدايركشن ريشيو يعني هاخد واحد وصفر وصفر طبعا الكلمتين دول يشيلوا بقى وهنا اكس ناقص واي ناقص زد ناقص تساوي صفر حط النقطه اكس نوت واي نوت زد نوت ده هيطير وده هيطير يتبقى اكس ناقص اكس نوت بصفر يعني اكس تساوي اكس نوت ودي هتبقى واي تساوي مين؟ واي نوت طبعا لو بدي لك سبيشال كيس بتبقى على طول لكن انا بطبقها كمثال بس اثبت الشرط يبقى اي خط يوازي الاكس واي بلين معادلته زد تساوي زد نوت ايه هي زد نوت؟ الاحداث الزد لاي نقطه في المستوى زد نوت اهو الاحداث زد لاي نقطه
مستوى. طب ايه هي واي نوت؟ ها الاحتزازي واي لاجل نقطه في هذا المستوى اكس نوت نفس الكلام. احط صفر وواحد يبقى انا فرضت هنا مين؟
الواي بصفر والزد بكام؟ بواحد، لان الاكس هيكام ايه؟ من المعادله. تمام؟ اجي على المعادله بقى يبقى انا عندي 2 اكس بتساوي 7 يبقى اكس بتساوي كام؟ 7 2. دي طريقه ايجاد لقطع المستويات ولقطع ايجاد لقطع المين على طول. حاجات هايفه بس انا عارف في ناس بتبقى مش عارفها. بكده دلوقتي لو قلت لك الزد المستوى 2 اكس زائد 3 واي على الزد بتساوي 6. لو قلت لك الزد المستوى ده يعرف المستوى بالفراغ بثلاث نقاط ليست على استقامه واحده، يعرف المستوى بالفراغ بثلاث نقاط ليست على استقامه واحده، فانا ممكن اجيب ثلاث نقط واسمهم واوصل بيهم. احدد ثلاث نقاط في المستوى، لو انت تعرف تطلع ثلاث نقاط في المستوى ده انا عايز لو في صوره اسمها انترسبت فورم، بس تعالى نقولها بقى جنرال. انا عايز ارسم المستوى ده، طلع لي ثلاث نقاط في المستوى وارسمها. اتفقنا لو انا عوضت بصفر وصفر تديني كام؟ سالب 6. لو عوضت بصفر وصفر تديني كام؟ 2. لو عوضت بصفر وصفر تديني كام؟ 3. ثلاث نقاط اهي. بس تعالى كده انا هخلي جاي موجه دلوقتي، بعد كده هعمل لك السالب عشان تبقى سهل عليك الاول. هتقوم جاي راسم المحاور اهي، على اكس وواي وزد، ارسم الثلاث نقط دول كده، صفر وصفر وكام؟ 1 2 3 4 5 6، صفر 2 صفر، صفر 2 صفر، 3 صفر صفر، 3 صفر صفر، يبقى معاك ثلاث نقاط. هتقوم جاي موصل الثلاث نقاط دول ببعض، هنوصل الثلاث نقاط دول ببعض. يديك مثلث، المثلث ده حته من المستوى. الثلاث خطوط دول الاثار بقى، فاكرين الاثار اللي هو تقاطع مع باي 1 وباي 2 وباي 3 اللي هو اتش الفا وبي الفا واس الفا، ماشي؟ دول الاثار بتاعنا ايه؟ بتاع المستوى كده بيسيبك الوصفيه، بس الوصفيه كلها بتفرق رسم الستير دايمنشن الى رسم ايه؟ وصف رسم عادي. يبقى ده كده رسم المستوى، والمستوى اتفقنا لما يكون في ثلاث متغيرات لازم تطلع الرسمه مالها ميل. طيب نرجع للمثال الثاني بقى، لو قلت 2 اكس زائد 3 واي ناقص زد تساوي 6. لو عايز ترسم ده ايه اللي هيحصل معاك لما تيجي تطلع الثلاث نقاط؟ هتطلع 0 و0 زائد 6 0 2 0 3 0 0. لما تيجي ترسم الثلاث نقاط هترسم نقطه 0 0 سالب 6 والنقطة 0 2 0 و 3 0 0. هتيجي تبص للثلاث نقاط ببعض اهي. ادي مثلث كده، المثلث دوت مثلث ده مثلث بقى مين؟ تحت الاكس واي بلين. ده يمثل ايه؟ حتة مش مرئية بالنسبة لي. يبقى ده رسمة المستوى، يبقى أي ثلاث نقاط على المحاور واصلة فين؟ عشان أجيب ثلاث نقاط من المحاور بعمل كده بالتبادل كده. صفرين صفرين صفرين، بغير الصفرين وأطلع التقابل مع المحاور. أو زي ما كنا بنقولها في ثانوي، لو قسمنا الطرفين على 6 تطلع كام؟ اكس على 3 زائد واي على 2 زائد زد على 6 تساوي 1، واقوم جاي واي على المحاور اقيس على اكس 3 وعلى الواي 2 وعلى الزد كام؟ 6 على 3 2 6. ممكن اعمل كده برضه نفس الكلام، بس انا عايز افهمك احنا بنعملها كده ازاي. تعالى ناخد بقى ده المايل، ناخد واحد بقى اصغر شويه، لو جينا مثلا شلنا الزيت. عايز ارسم ده. اولا الطالب بقى عايز يبقى ايه؟ معاه اكتر من معلومه كده عن الشكل، طالما اختفى زيت يبقى لازم الرسمه تطلع ثلاثي محور زيت. يعني عموديه على اكس واي بلين. طيب تعالى نتكلم جنرال، انا عشان ارسم الرسمه دي عايز اجيب نقاط وارسمها. قلت لو انت حطيت الاكس بصفر والواي بصفر يبقى الزد بكام بالظبط؟ تعال بص كده، حط اكس بصفر وواي بصفر، اقصر على المعادله بتقول صفر تساوي 6، ده ممكن؟ يبقى هنا مفيش تقاطع، مفيش تقاطع حقيقي. تعال عوض ب صفر وصفر. لما تعوض على الاكس بصفر والزد بصفر، على فكره المعادله دي فيها زد. لو انت عايز تظهر الزد تظهرها ازاي؟
كام؟ صفر. يعني المعادله صفر اختفت. يعني انت لو عايز تعوض ما تزعلش، تعوض اهو على الاكس واي صفر. تطلع الواي بكام؟ باتنين. نفس الفكره تاني، لما احط الواي والزد بصفار تطلع الاكس بكام؟ بتلاته. تعال نرسم بقى. هرسم صفر اتنين صفر. صفر اتنين صفر على الواي. هرسم تلاته صفر صفر. تلاته صفر صفر على الاكس. وصلنا لبعض. عايز تجيب النقطه هنا وتوصلها. بص كده، لو النقطه دي كانت بواحد كنت هوصل ازاي؟ هوصل كده. طب لو اتنين كده، لو تلاته كده، لو اربعه كده، لو خمسه كده، لو سته كده، يبقى لما انا نهايه تطلع موازي. ماشي؟ يبقى ليه مفيش قطع على المحور فبعمل موازي للمحور؟ يبقى المفروض النقطه دي اوصلها بنقطه هنا مش لاقيها. يبقى اقول لها روحي بقى المال نهايه ادور عليها. نفس الكلام، المفروض النقطه دي اوصلها للنقطه اللي هنا اللي على الزد، يبقى اعمل موازي لمين؟ موازي للزد. يبقى انا عندي المستوى بتاعي اصبح بالشكل اللي احنا شايفينه ده. عمودي على الاكس واي بلين بيوازي مين؟ بيوازي الزد. كمان مره. بعمل موازيات زد. لو عندي اكس ناقص زد او اكس زائد زد تساوي واحد او تساوي اتنين. لو انت عايز تقطع لي الارصفه فورم حتى تقسم على اتنين، يبقى اكس على اتنين زائد زد على اتنين تساوي واحد. شباب على فكره برضه ان هنا الواي اختفت ليه؟ انت ممكن عشان الواي تحتاج تكتب واي على المدى النهائي، عشان اي حاجه على المدى النهائي بكام؟ بصفر. يبقى لما تيجي تكتب الترسيط فورم كده وتيجي ترسم بقى، هرسم على الاكس 2 وعلى الزد 2 وعلى الواي كام؟ ما لا نهائي. بقى معاك نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه فين؟ مش عارف. وصلهم بقى. اوصل النقطتين دول ارسم لي المثلث اهو. اروح لدي فين بقى؟ للموازي. اروح لدي فين؟ للموازي. لان اتفقنا اهو، لو واحد تبقى كده، لو اثنين تبقى كده، ثلاثه تبقى كده، الخط يبدا يفتح يفتح يفتح, يفتح. لما يبقى في الاخر يبقى مين؟ موازي. يبقى دي كده رسمه المستوى بتاعي. عمودي على الاكس زد، عمودي على الموجود ويوازي الباقي، عمودي على الموجود ويوازي الباقي. تعال ناخد معادله فيها متغير واحد. زد تساوي 4. لو انت حطيتها على صورة الترسيط فورم وحطيتها الزد، اكس على كام؟ واي على كام؟ زد على كام؟ تساوي 4 لما تقسم طرفين على 4. يبقى دي على مدى النهائي عشان احنا عارفين اي حاجه على مدى النهائي بكام؟ صفر. وبالتالي لما تيجي ترسم انا هات الارقام اللي انا هشوفها بعينيا، ادا اكس، ادا واي، ادا زد. زد باربعه، واحد اثنين ثلاثه اربعه، ادا زد. وهنا ما لا نهايه، وهنا كام؟ ما لا نهايه. يلا يا عم وصل لده ما لا نهايه ارسم له موازي، وصل لده ما لا نهايه ارسم له موازي. كمل المثلث، ادا المثلث بتاعك اهو. مستوى يوازي مين يا شباب دلوقتي؟ يوازي اكس واي. عمودي على الموجود، عمودي على مين؟ على زد. ويوازي مين؟ اكس وواي، يعني بيوازي مستوى اكس وواي. يبقى دايما المعادله عمودي على الموجود ويوازي الباقي، عمودي على الموجود ويوازي الباقي. يبقى دي في 6 تساوي 4. الدور برودكت بتاع المتجهين ده بيساوي معيار الزد.
الاول كان في فاليو في الموزايك السابق منها. لو في عندي متجاهلين كده واحد اسمه بي واحد اسمه دبليو وعايز تضربهم في بعض ضد رودك وبينهم زاويه سيتا ده كان بيقول لك مالك ضد رودك كان بيساوي المعيار الاول بالمعيار الثاني بالمساوي الزاويه منه. وبالتالي انا اقدر اقول من هنا ان المساوي سيتا يساوي كام؟ في دبليو بي ضد دبليو على معيار بي بالمعيار ايه؟ بالمعيار دبليو. القانون ده هو يستخدم لايجاد الزاويه بين خطين في القرار وبين مستويين في القرار وبين خط ومستوى في القرار. القانون الهايج ده العلم يا جماعه حاجات مطلقه على بعضها. احنا خدنا كلام ده في ميكانيكا في الدكتور الكروس وكنت شرحت الزاويه قبل ما يشتغل في السلوك الانجلي الدكتور الكروس. فعند الدكتور في دول دبليو بتساوي في دبليو كوساين سيتا يبقى كوساين سيتا بتساوي في دول دبليو على في اثنين على في دبليو. طيب فاكرين الكروس برودكت؟ الكروس برودكت اللي كنت بعمله فيه ده؟ دي كروس تاني كنت بعمله متحكم بكتب هنا اي وجي وكي اكتب مركبات الدي وليكن مثلا دي اكس ودي واي ودي زد وبكتب هنا دبليو دبليو اكس ودبليو واي ودبليو بي ودبليو زد. ده كروس برودكت. كان في قاعده بتقول مقياس الكروس برودكت يساوي معيار البي بمعيار الدبليو كوساين الزاويه اللي بينهم. المتجهين دول نفس المتجهين بس عايز اضربهم كروس واحنا عارفين بقى الضرب كروس المتجه عمودي عليهم هما الاثنين. تعالوا نقول هنا حاجه. لو المتجهين دول متعاكسين يبقى الزاويه بينهم بكام؟ ب 90. لما احط هنا 90 كوساين 90 بكام؟ كوساين 90 صفر. يبقى لو الاثنين متعاكسين يبقى كوساين 90 يبقى صفر. ومن هنا ليه شرح التعامل اللي بيقول المتجهين متعاكسين يبقى في دوت دبليو يساوي كام؟ يساوي صفر. اللي منه بقى يا جماعه هنطلع شرط التعامل في الفراغ. شرط التعامل في الفراغ بيقول ايه؟ تاني كده اضرب الاثنين دول اضرب الاثنين دول اللي هي في اكس اي زائد في واي جي زائد دي زد كي دبليو اكس اي زائد دبليو جي دبليو واي جي زائد دبليو زد كي. لو ضربناهم في بعض دول برودكت يبقى المفروض اللي مين؟ ان في اكس في دبليو اكس زائد في واي في دبليو واي زائد دي زد في دبليو زد بتساوي صفر. ده شرط تعامل المتجهين. يبقى عشان تعامل المتجهين مش هعمل الفيلم ده. ده كل اللي انا هعمله. لو ضربت في اكس في دبليو اكس زائد في واي في دبليو واي زائد في زد في دبليو زد وطلع بصفر يبقى المتجهين مالهم؟ متعاكسين. ده شرط التعامل. ايه شرط التوازي ده؟ لو المتجهين متوازيين يبقى الزاويه منهم بكام؟ صفر. لو متوازيين يبقى الزاويه منهم بكام؟ صفر. تعالوا هنا كده احط الزاويه دي صفر. صايم صفر بكام؟ صفر. صح؟ يبقى القرص دول بتطلع بكام؟ صفر. يبقى لو الدوت برودكت صفر لو الدوت برودكت صفر يبقى المتجهين متعاكسين. لو الكروس برودكت صفر يبقى المتجهين مالهم؟ متوازيين. بس المهم بقى اللي جاي هطلع من هنا عشان ما اعرفش اعمل بقى لحد وظيفته انا هطلع من هنا شرط التعامد شرط توازي خطين شرط توازي متجهين او خطين. ايه هو شرط توازي متجهين او خطين؟ فكوا معايا لحد كده فكر لو انت هاخد صف وعمود ده ناقص ده يبقى مين؟ في اكس في واي دبليو زد ناقص في زد دبليو واي تمام؟ فاي المفروض كله صفر يبقى المفروض مركبه الاي تطلع لكام؟ صفر. في كل كده اتبلدت بكي؟ اخد صف وعمود بكي اديني كام؟ في اكس دبليو واي ناقص دي زد دبليو اكس تساوي صفر. دبليو واي تساوي صفر. بصوا معايا كده. في اكس دبليو واي في واي دبليو اكس. في واي دبليو اكس. تعالوا من اول معادلة. هات لي في على دي كده اول معادلة. اودي ده هنا. يبقى في واي على في زد تساوي دبليو واي على دبليو زد. من الثانية السائل يروح
هناك بمين؟ في موجب بيطلع لي مين؟ WY على W X بكام؟ أو V X على V Y. تعالوا من هنا هتقول لي برضه مين؟ في واي هتقول الواي على الواي يبقى في واي على دبليو واي تساوي مين؟ في اكس على دبليو اكس في واي على دبليو واي موجوده هنا وموجوده هنا يبقى دول بيساووا بعض انا اقدر اشيل واحده منهم ومن كده بنجيب شرط تعامل شرط توازي متجهين شرط توازن المتجهين بيقول ايه؟ ان في اكس على دبليو اكس بيساوي في واي على دبليو واي بيساوي في زد على ايه؟ على دبليو زد. يبقى شروط التوازن والتعامل بنجيبها من الطول والنص والبر. المقدمه دي بقى تعالى ناخد منها الجدول اللي هنكتبه مع بعض. الزاوية بين المتجهين اللي هو بتاع الضد
الزاوية اتنين العمودية، وبالتالي الزاوية بين جنين واتنين نفس الكلام. شرط التوازي ان ايه واحد على ايه اتنين تساوي بي واحد على بي اتنين تساوي سي واحد على سي اتنين، بمعنى ان لو المستويين دول متوازيين يبقى العمودين متوازيين، لو المستويين متعامدين يبقى العمودين متعامدين. يبقى شرط التوازي هو هو والتعامد ايه واحد اتنين زائد بي واحد بي اتنين زائد سي واحد سي اتنين تساوي صفر. الزاوية اللي بينهم نفس القانون انفرس كوساين الريشيو اللي انت هتكتبها تحت، انفرس كوساين الريشيو اللي انت هتكتبها تحت. تعالى نقول لاين وبليد، بصوا بقى دايما المتشابهات طبق المنطق، المختلفات اعكس المنطق. بمعنى لاين ولاين وبليد وبليد التوازي طبقت قانون التوازي، والتعامد طبقت قانون التعامد، والزاوية طبقت قانون الكوساين. تمام؟ أما في حالة لاين وبليد هتعمل إيه بقى؟ ده يجي هنا وده يجي هنا. الراجل يقول لك طبق لي توازي، أنت طبق له تعامل، يقول لك طبق لي تعامل، طبق لي توازي، ففي المختلفات اختلف، في المختلفات بنختلف. وإيه كمان؟ وفي القانون ده هو بجيب انفرس ساين بدل انفرس كوساين. حتى كنا بنقول لك مش احنا عارفين إن ده الكوساين ده زوجية؟ صح؟ الجانب والكوساين ده زوجية والساين ده فرقتين. فلما كل الاثنين زي بعض يبقى زوجي الاثنين مختلفين يبقى مين؟ اختلاف في الإشارة يبقى فاهم. يبقى كوساين، كوساين وهنا انفرس مين؟ انفرس ساين. خد الزاوية الصغيرة والكبيرة الاثنين صح. اللي تطلع معاك الزاوية الصغيرة والكبيرة.